أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى تتخذ
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا وكان وعدا مفعولا. فإذا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ثم رددنا لكم
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلنا فإذا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن
فمحونا آية
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
صدق الله العلي العظيم.